ليش لا لا شو يعني رتب من ثلاثة ورتب واحد أربعة في تكس ورانا في واحد ها لا في واحد المجمع فوق نعم لا وين تطلع أنت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أخو الأسير محمد عبد الحفيظ خالد. أنا طبعا حسيت لما أجي أخذ اليهود محمد أخوي لما شفتهم طبعا ليش يقعد يحكي أبوي يحكي من قبلي شو صار لما أجي أخذ اليهود أخوي لما دكوا الباب بصوت عالي وأنا طبعا خفت وقمت روحت عند خواتي. لذلك أنا لما شفت أخوي محمد هم بيأخذوا فيه اليهود لما أخذوا اليهود طبعا أنا عيطت عليه لأنه بعرف شو أنت بدي أشوفه مرة ثانية. لذلك محمد أخوي قبل ما طبعا قبل ما أخذوا اليهود متوفت وما حدا كيف ما حدا كان قبل ما يتجوز أبوي طبعا ما حدا كان يهتم فينا أو شيء. هسا تجوز أبوي بعد ما تجوز أبوي أخذوا اليهود محمد أخوي بعد لما أخذوه ما عرفتش كيف حسيت إني ظليت لحالي لأنه أخوي هذا محمد كنت دائما أظلني معاه روح عطول الكرم أروح جيوس نطلع وين ما بدنا طبعا مع بعض لما بدنا نسوي إشي في الدار نظلنا مع بعض نلعب مع بعض نتفرج على التلفزيون مع بعض كل إشي كنا نسويه مع بعض. فلذلك لما أخذوا اليهود ما عرفتش شو بدي أسوي لحالي فزيكت من طبعا أنا خبرتكم إنه كيف لما أخذوا اليهود أخوي شو حسيت إن حسيت إنه صرت زهكان من الحياة ومش داري شو بدي أسوي. وطبعا صرت أظلني لحالي في الدار ومش داري شو بدي أسوي. ظلتني أغلب الأيام أروح على الصليب على نادي الأسير نعرف وين أخوي لحديت بعد أسبوع نعرفنا وين هو. وبعدين تنقلونا في حوارة. فبعدين بعد ما نقلوه من حوارة راح على مجده سالم وبعدين على مجده طبعا. فلذلك لحد الآن صار له 13 وشوي محبوس لحد الآن ما شفناهوش ومش داري شو بدنا نساوي مش داري شو بدي أساوي. أنا بالنسبة لي إذا ما شفتهوش بخلق وبتمنى إنه يفرج عنه اليهود ومش دارين عن جد إذا ما طلعش وقعد مدة طويلة مش دارش بالدعمل. يعني أنا بظني لحالة في الدار وأخوتي الكبار طبعا بظنهم برا البلد و يعني بظلني لحالي ببكى يأسان الحياة لأن أنا طبعا خلصت توجيهي وأبوي طبعا مش قادر يعلمني في الجامعة لأنه مش كل اليوم بيشتغل وحياتنا صعبة هنا في فلسطين وبدي لازم إني أشتغل برا في فلسطين أو لما حتى رحت قعدت أشتغل جوا الجدار أخذوا اليهود طبعا بتصريحي وبطلت أروح جوا الجدار إني أشتغل مع المزارعين. لذلك ظلت لازم أظل برا الجدار إذا رحت على الجدار بدهم يطلب مني تصريح ورحت قدمت لآخر جدار قالوا لي مرفوض. لذلك عرفش أتسلف أي شيء ثاني إلا ظني قاعد في الدار وفي الشغل هنا في جيوس أو في محل ثاني. وإذا بدي أطلع جوا إسرائيل بدي أخاطر في حالي وإذا مسجون اليهود بيسجنوني. فذلك بعرفش شو بدي أساوي إذا محمد أخوي ما طلعش وهذا كل شيء قلتلها. فطبعا طلعنا كل اهل الدار اجي الجندي واحد عربي قال لاخوي الكبير بدي احكي معك كلمتين. راح اخوي الكبير طبعا احكي معهم كلمتين. طبعا هناك صار كله شو اخوك تامر ومحمد شو بيشتغلوا. طبعا اخوي قبلها بيوم كان جاي من رام الله فقال لهم انا بعرفش اخشى عن اخوتي وبعرفش وين شغلهم. ولذلك رجع الجندي طبعا هذا قعد حوالي ربع ساعة مع الجندي وما نعرفش احنا شو كله بالضبط. فحينها رجع الجندي اخذ اخوي الصغير قال له قال ابوي بدي اياه خمس دقائق بس برجعه. اخذه طبعا لقدام شوي لثمه وحط ايديه لورا وكلفشه وبعدين اخذوا حط اجيب قلنا لهم من اخوي قالوا لنا راح خرس هسه من رجو وقالوا لنا احنا متاسفين لان زعجناكم قبل ما روحوا. That's enough.
عبد الرحمن اسماعيل من بلدية جيوس. بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة أتكلم محمد اللي هو ابني. أتكلم في الساعة 2 في الليل 19/2/2007. تشعت الجيش الإسرائيلي طبعا اللي هو كان متوحش جدا، قناعات خشين وإزعاج وتطبيل على الدار. فكرنا احنا حرمية او منثمين، لانه فيش فرق بينهم وبين المنثمين المقنعين. ما بتقدر في هذا الوقت اللي احنا عايشينه مثلا تفرق هذا هو جندي اسرائيلي ولا هذا حرامي ولا الشباب اللي بتتلثم. طبعا ارباك في ارباك وفي اطفال وفي وفي اطفال. طبعا انا طلعت عليهم. طلعنا طبعا طلع محمد، طلعت انا وفتحت الباب لو بقول له كو برا وكو برا. قلت له في اطفال وفي بنات. قال كله برا. طبعا طلعنا البنات وطلعوا الاطفال. عمر الطفل 6 أشهر، عمر الطفل 2.5 سنين. وبنات طبعا وكلياتنا وقفنا في الليل في السكعة. فطلعوا اجوا الشباب ونكا محمد وقصي وتامر، صار ينكا فيهم واحد واحد. فاخذ محمد وقال 5 دقائق وبرجع، وغمغموا محمد غمغموا محمد واخذوا بالجيب طبعا. وبعد 2-3 أسابيع ما عرفناش وينه. بعدها قالوا انه في حوارة. بعد من حوارة نقلوه على مجده، ومن مجده لغاية هسه في مجده. من مجده من حوارة لسالم، من سالم لمجده، ولحد هسه ما زرناهوش، فيش زيارة. مش قادرين نودي له طبعا ملابس، ولا مش قادرين نودي له شيء. هذا هو تام. مش قادرين نودي له طبعا ملابس، ولا مش قادرين نودي له شيء. هذا هو تام. بسم الله. انا عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الحميد محمد عبد الرحمن من قرية جيوس. انا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الحميد محمد عبد الرحمن خالد من جيوس. انا ابو الاسير مع الحبيب خالد. طبعا بتشرح شو بدي كونتينيو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الحفيظ محمد عبد الرحمن اسماعيل من كاري جوس، ابو الاسير محمد من كاري جوس. طبعا اعتقاله صار الساعه 2 في الليل، ودشعوا على الدار ومقنعين. ما عرفناش هم جيش هم شو هم مقنعات. صاروا طبلوا على البيت يعني كوشحن بصوت عالي. وفتحت الشباك انا بقول لي اطلع برا. وطلعت برا. قلت له في اولاد وفي بنات وفي اطفال. قال لي اطلع برا. طلعت. قال لي بكده البس على اللي هي السطرة ولا بلوزي. رفضوا طبعا وطلعوني برا في البرد. وطلعوا البنات وطلعوا الأولاد وطلعوا جميع الأطفال طبعا. وصار يهدد إنه في سلاح وصار يدور على الأولاد. طبعا طلعوا الأولاد كلهم وضمنهم محمد الأسير وتامر وقصي ولؤي. وصاروا يدككوا في هوياتهم واحد واحد. تأخذوا محمد أخذوا على حوارة. بينوا في حوارة بعد 2 أسابيع. وبعدها نقل على سالم. هسه محمد أول ما طلبوا لك قصي
داك كوفاويت قصي قالوا لا مش انت قصي، غلط مردود وهذه اخباري مش مزبوطه. وبعد داك كوفاويت تامر برضو قال هاوي مش انا اللي بدنا اياه، ردوا اخذوا محمد وكلف شو كلف شوبه بالدار كل خمس دقائق وبرجعوا. وطبعا واخذوا على السجن على حوار، ومن حوارة بعد شهر نقلوا على سالم، من سالم على مجد، ولغاية هسه ما بنعرف وصلوش لا ملابس ولا وصلوا أكل ولا بنعرف شو بلبس ولا إيش. And what is his feelings? شو بحس طبعا متاجع، لانه لغايه قعد تقريبا 3 اشهر مش قادر انا اطمن انه بلبس، لانه نفس الغيار اللي هو عليه، يعني مش عارف منين بلبس، شو بساوي، شو بصرف، منين بصرف، شو باكل بشرب. طبعا الواحد يعني تقول انه هذا ابن عمرك 18 سنه وكل شيء يعني كان صغير طبعا هو طبعا بقى عمره 18 سنه سن الطفوله، وانا اب بضل يعني بعرفش يعني هذا طفل، يعني بعرفش يعني ارتباك خوف بلبسوه خراف من عندهم، بس هذا مش يعني عمل يعني تقول يعني انه ضرهم. طبعا رحت على الصليب الأحمر ورحت على نادي الأسير مشان نوقف المحامية، لأنه مش قدرت مثلا أن أوقف المحامية، أنا أب 12 طفل، فاهم علي؟ وبقدرش أنا أوقف المحامية والمبالغ هاي أدفعها، لأني أنا أبو عيال برضو، والطعب الوضع صعب جدا. تشتغل في إسرائيل، نشتغل في إسرائيل، يوم نشرح، يوم نسيقر، يوم يعني في السنة ما اشتغلش 3 أشهر، قبل 12 ولد أنا. بتعرفش هذا المحامي اللي بيعرف. برضه هو تكت كله على الوضع يعني وضع طبعا وضع إسرائيل، اليوم تشتغل اليوم تقعد، وأم الأسير هو متوفي، أم خلفت لي 8 أولاد وردت اتجوزت وهي خلفت 2، وضع صعب جدا. ما بقدرش يعني أنا أكون في هذا العيلة، لأنه يوم بشتغل يوم قاعد بسبب الظروف الحالية، وبدك تكون في عيلتين يعني. أجوا اليهود علينا الساعة 2 بالليل، كان جاي عنا زيارة في اليوم الثاني من اللي فيها زيارته، فجاء عنا وأجوا اليهود علينا الساعة 2 في الليل، خلعوا الباب علينا. كان في عندي أولاد بنتي 6 أولاد صغار، الكبير فيهم عمره 9 سنين، وكانت الدنيا شتاء، وبدهم يطلعوهم من البيت، وبعد حوار طويل أنا وياهم، وواحد منهم صار يسب علي وأنا بزيد عنه بس أكثر من 40 سنة، وهو بجيال أصغر ولد في ولادي، سب علي وصار يهت علي بده يضربني، وأخذوا ابني وقعد 3 شهور ما نعرفش وين هو ولا بأي سجن. لغاية الآن إحنا ما زرنا لغاية هذه اللحظة، لا أنا ولا ابني. خلاص
اجوا عندنا حوالي من اللي شفتهم كانوا موجودين في البيت، كان موجود يمكن اكثر من 50 واحد هون، وكان موجود على جنبنا من فوق ومن هنا من اربع جهات كان في جيش. اللي جين على البلد هنا او اللي جين على الدار حوالين الدار ماكلتين جنود كبار وخمس جبات جيش وسيارتين شرطه اللي جين لما اخذوه، وكل هذا الجيش اتفرغ وعمل عند الاولاد هلع بالخوف من الاولاد الصغار، خوفهم وما وعملوا معهم 100 مشكله مع الاولاد الصغار. And has he met his son again? شو بيقول؟ And has he met his son again? هلا وانت قضيت في المحكمة؟ قضيته في المحكمة في 6/6. أجلت طبعا. أجلت القضية ل 6/6. كانت في 14. He met him in jail. No. No. Can you tell me how what happened in the court when you met him in the court? I see him in the court. Arabic. نسيت. أنا ما حكيتش معه. ما حكيت معه بالإشارة، نحكي مع بعض أنا وأمه، كنا نحكي مع بعض بالإشارة، بالشفايف بس. نحكي معه. كان موجود 14 عسكري اللي حارسينا غير الطاقم تبع المحكمة. 14 عسكري اللي على جنبنا غير طاقم المحكمة، يعني القاضي والمدعي العام والمساعدين اللي له بكم حاجزين عنا نشوفه، يعني واحد يوقف قدامنا. هي كانت المحكمة بس صورية عبارة عن 15 دقيقة بس، وكانوا يوقفوا قدامنا مشان ما نحن ما نعرفش نشوفه. وأجلوا المحكمة ل 6/6، يعني بعد شهر من الآن. And what are your feelings when you saw your son in court? Which are your feelings? يعني أنت بتعرف واحد بغيب عنه ابنه ثلاث شهور، هو بالسجن ما بعرفش وين هو، ويتفاجأ فيه يشوف وضعه الصحي متدهور وصحته مش كما يجب، وبعيد عنه مش قادر يسأله شو حاجته. هذا أمر مؤلم، ومؤلم لكل إنسان، لكل البشرية. أنا لما شفته بس ما قدرت قدام اليهود إني أظهر بصورة غير اللي أنا فيها. And do you think that your son is innocent? هل تعتقد إنه يعني بريء؟ أنا متأكد إنه بريء. أنا متأكد إنه بريء لأنه هذا بيشتغل في السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية مهمتها تحافظ على الناس هذه بشكل عام ما تخصصش. And we would like to say something to you. شو بدك تقولي؟ انت يعني كأم اجوا اليهود علينا الساعة 2 بالليل، كان جاي عندنا زيارة في اليوم الثاني من اللي فيها زيارته، فجا عندنا واجوا اليهود علينا الساعة 2 في الليل، خلعوا الباب علينا. كان في عندي اولاد بنتي، ستة اولاد صغار، الكبير فيهم عمره 9 سنين، وكانت الدنيا شتاء وبدهم يطلعوهم من البيت. وبعد حوار طويل أنا وياهم، وواحد منهم صار يسب علي وأنا بزيد عنه بس أكثر من 40 سنة، وهو بجيال أصغر ولد في ولادي، سب علي وصار يهت علي بده يضربني، وأخذوا ابني وقعد 3 شهور ما نعرفش وين هو ولا بأي سجن. لغاية الآن إحنا ما زرنا لغاية هذه اللحظة، لا أنا ولا أمي. خلص اجوا عندنا حوالي من اللي شفتهم كانوا موجودين في البيت، كان موجود يمكن اكثر من 50 واحد هون، وكان موجود على جنبنا من فوق ومن هنا من اربع جهات كان في جيش. اللي جين على البلد هنا او اللي جين على الدار حوالين الدار ماكلتين جنود كبار وخمس جبات جيش وسيارتين شرطه اللي جين لما اخذوه، وكل هذا الجيش اتفرغ وعمل عند الاولاد هلع بالخوف من الاولاد الصغار، خوفهم وما وعملوا معهم 100 مشكله مع الاولاد الصغار. And has he met his son again? شو بيقول؟ And has he met his son again? هلا وانت قضيت في المحكمة؟ قضيته في المحكمة في 6/6. أجلت طبعا. أجلت القضية ل 6/6. كانت في 14. He met him in jail.
No. Can you tell me what happened in the court when you met him in the court? I see him in the court. Arabic. نسيت. أنا ما حكيتش معه. ما حكيت معه بالإشارة نحكي مع بعض أنا وإمه كنا نحكي مع بعض بالإشارة بالشفايف بس نحكي معه. كان موجود 14 عسكري اللي حارسيننا غير الطاقم تبع المحكمة 14 عسكري اللي على جنبنا غير طاقم المحكمة يعني القاضي والمدعي العام والمساعدين اللي إله بكم حاجزين عنا نشوفه يعني واحد يوقف قدامنا هي كانت المحكمة بس صورية عبارة عن 15 دقيقة بس وكانوا يوقفوا قدامنا مشان ما نحن ما نعرفش نشوفه وأجلوا المحكمة لستة يعني بعد شهر من الآن. And what are your feelings when you saw your son in court? Which are your feelings? يعني أنت بتعرف واحد بغيب عنه ابنه ثلاث شهور هو بالسجن ما بعرفش وين هو ويتفاجأ فيه يشوف وضعه الصحي متدهور وصحته مش كما يجب وبعيد عنه مش قادر يسأله شو حاجته هذا أمر مؤلم ومؤلم لكل إنسان لكل البشرية أنا لما شفته بس ما قدرت قدام اليهود إني أظهر بصورة غير اللي أنا فيها. And do you think that your son is innocent? هل تعتقد إنه يعني بريء؟ أنا متأكد إنه بريء. أنا متأكد إنه بريء لأنه هذا بيشتغل في السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مهمتها تحافظ على الناس هذه بشكل عام ما تخصصش. بتمنى لو اني اشوفه وبعدين يوم رحت حضرت محكمته وهو ما تحكمش شفته من بعيد وتمنيت اني بس يوقف قدامي واحكي معاه او اخذ الحضن I think that her tears speak well. بس حتى الكلمة ما صح إننا نحكيها معه. هو مش بعيد مترين عنه. نتمنى إن نشوفه قريب إن شاء الله. وربنا يفرجها علينا وعلى كل الناس. كل واحد يشوف ابنه احنا عندنا واحد غيرنا عنده اثنين وثلاثة في السجن ونتمنى الفرج من ربنا بس نتمنى ان الشعوب اللي برا او الناس هم كلهم اللي برا يعرفوا كل قصة فلسطين واهل فلسطين وكيف عايشين وشو بيعملوا بظل حكم دولي ظالمة فيش أظلم من اليهود في الدنيا شكرا لكم شو بدي أحكي زيادة عن هيك انتوا بتيجوا عارفين وبتشوفوا الأوضاع كلها وبتفوتوا على البوابات وبتفوتوا على المدن وبتفوتوا وين ما بتفوتوا بتشوفوا وضع فلسطيني كيف حاله عاجبكم لا طبعا يا ريت تنقلوا الصورة هذه عن فلسطين وأهل فلسطين لبلادكم اللي أنتوا فيها للناس اللي فيها وإن شاء الله إن في الآخر إن شاء الله إحنا لازم ننتصر على اليهود شكرا لكم أنا عدلة من جيوس أم علاء جيوس فلسطين طبعا رئيس الجمعية النسوية خيرية جيوس عضوة بلدية جيوس